أجي، 6 نواف عبد الله، 4 عمار حسن، 10 حسن هلال، 16 هاشم عيسى، 11 سالم حسين. هذه التشكيلة الأساسية بالنسبة للفريقين في مباراة يقودها الحكم الدولي السوري مسعود طفيلية الدولي من سنة 2012. بداية المباراة مشاهدينا الكرام على قنوات الكأس الرياضية، أهلا وسهلا بكم جميعا أينما كنتم في البحرين أو في عمان في كامل الوطن العربي العزيز، وخاصة في الدوحة الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، ثاني المسابقات على مستوى الأندية القارية. العهد اللبناني في هذه المجموعة هو المتصدر ب 8 نقاط، في المركز الثاني القادسية الكويتي والمالكية البحريني ب7 نقاط، وفي المركز الرابع والأخير النادي السويق العماني ب0 من النقاط. إذن المنافسة انحصرت في هذه المجموعة بين الثلاثي العهد اللبناني القادسية الكويتي والمالكية البحريني من أجل حجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي. كما تعلمون أول كل مجموعة، ثلاثة مجموعات في هذه المسابقة عن منطقة الغرب، الأول مباشرة يتأهل للدور نصف النهائي، وسيتم اختيار صاحب أفضل مركز ثاني من حيث عدد النقاط، سيكمل المربع الخاص بالدور نصف النهائي لهذه المسابقة. إذن المالكية اليوم يبحث عن الانتصار لما لا يرتقي لصدارة الترتيب، في انتظار نتيجة مباراة العهد اللبناني والقادسية الكويتي التي تنطلق تقريبا انطلاقا من الساعة 8، وستشاهدونها مباشرة على قنوات الكأس الرياضية. إذن العهد اللبناني مع القادسية في مباراة القمة، المالكية والسويق العماني نادي السويق بأربع هزائم متتالية في الأربع جولات الماضية، 0 من النقاط إلى حد الآن، سجل 3 أهداف واستقبل في مرمى 9، في حين أن المالكية البحريني 7 نقاط من انتصارين تعادل وهزيمة، سجل 5 واستقبل في مرماه 4 أهداف. هي مباراة بالنسبة للمالكية من أجل كما ذكرت الانتصار والمحافظة على أمل التأهل، وكذلك من أجل محو خيبة الفشل المحلي، خاصة بعد نزول هذا الفريق إلى دوري الدرجة الأولى بعد احتلاله المركز الأخير في الدوري الممتاز بعد موسم كان فاشل على كل، ويحاول التعويض الآسيوي القاري رغم الخيبة المحلية، لكن بأي معنويات بالنسبة للجميع، للمدرب، للاعبين، للإداريين، للجماهير. نعرف في المقام الأول يعني بطولة الدوري المحلي تبقى من أبرز يعني أهداف النادي. تعود الكرة من خلال ركلة المرمى، المالكية 7 نقاط كما ذكرت من فوزين خارج البحرين كضيف وبنفس النتيجة وسكار بهدفين مقابل واحد في عمان أمام منافس الليلة نادي السويق. هدف سيد هاشم في الدقيقة 31 وعيسى عبد الوهاب البري في الدقيقة 59، في حين أنه هدف نادي السويق سجل محسن الغساني. الانتصار الثاني كان في الكويت أمام القادسية، ثنائية سيد هاشم في الدقيقتين 42 و72، وهدف يوسف ناصر السلمان بالنسبة للقادسية. تعادل مع العهد اللبناني، تعادل الأصفار هنا في استاد مدينة خليفة الرياضية بالمنامة، وخسارة في نفس هذا الملعب أمام القادسية الكويتي بهدفين مقابل واحد، ثنائية بدر المتوع للقادسية، وهدف المالكية لعيسى عبد الوهاب البري في الدقيقة 43. اليوم المالكية يحاول تحقيق والانتصار في الأراضي البحرينية بعد العجز عن ذلك في مناسبتين أمام العهد اللبناني والقادسية الكويتي. نقاط الانتصار عاد بها من خارج الديار، نادي السويق العماني 4 هزائم في 4 مباريات، 2 في عمان أمام المالكية البحريني منافس الليلة، 2-1 أمام العهد اللبناني هدف مقابل 0، و2 كضيف في الكويت أمام القادسية 2-0، وفي لبنان مع العهد 4 أهداف مقابل 2. هذه الحصيلة مشاهدينا الكرام
الفريقين في المشوار الآسيوي إلى حد الآن قبل مباراة هذه الليلة. هذه كرة مرفوعة ملعوبة، المحاولة خطيرة في مناسبة أولى الثانية، تصويبة والتدخل من الدفاع البحريني. المحاولة كانت من يوسف الغافري اللاعب دون ضغوطات بالنسبة لنادي السويق العماني، هذا ما يتيح له أكثر من فرصة لتقديم مستوى ومردود وعطاء في قيمة الفريق، رغم كما ذكرت الخروج المبكر من بطولة دور المجموعات لهذه المسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بعد البداية الفاشلة على طول. في حين أن هذه المباراة أو هذا اللقاء يمثل أحد مفاتيح التأهل للمالكية البحريني، إما أول المجموعة أو أحد أصحاب أفضل عدد نقاط في الرتبة الثانية. ضرورة تحقيق الفوز الليلة وانتظار نتيجة مباراة القمة بين القادسية الكويتي والعادل اللبناني، هي مباراة خاصة وفي ظرف خاص جدا للمالكية بعد موسم كما ذكرت فاشل على طول في بطولة الدوري المحلي وهبوط لدوري الدرجة الأولى بعد احتلال المركز الأخير في الدوري الممتاز. اليوم يحاول التعويض الآسيوي، لكن كيف ستكون الصورة بالنسبة لممثل كرة القدم البحرينية بعناصر شابة يعول عليها المدرب أحمد صالح الدخيل من شهر 10/2014 خلفا للمدرب التونسي حسني الزواوي كمدرب للمالكية. ولفارس الغربية كرة تعود في وسط الدفاع الامتلاك بحريني، كرة طويلة من قلب الدفاع مباشرة للفريق العماني من جانب تياغو لوبيز مع المدافع البرازيلي بمبدأ السلامة لحارس مرماه أنور العلوي، يرفع الكرة الطويلة تتجاوز خط منتصف الميدان، تعود مرة أخرى بحرينية الأسبقية على مستوى الصناعات الثنائية كما تلاحظون لفريق السويق العماني ضيف المنامة في مباراة اليوم. يلعب الكرة الطويلة، المحاولة ليوسف الغافري، يوسف يقود هذه الهجمة العمانية بكرة ملعوبة، محاولة من جهة اليسار، كرة عمانية محاولة للتوزيع، يتدخل الدفاع البحريني، تذهب الكرة للتماس. ثلاث مجموعات في هذه المسابقة في منطقة الغرب، ذكر المجموعة الأولى فيها الجيش السوري، الوحدات الأردني، هلال القدس الفلسطيني والنجم اللبناني. المجموعة الثانية الجزيرة الأردني، الكويت الكويتي، النجم البحريني والاتحاد السوري. والمجموعة الثالثة التي تتابعون منها هذه المباراة الافتتاحية بالنسبة للجولة الخامسة، مباراة المالكية البحريني والسويق العماني، وكذلك هذه المجموعة تضم أيضا العهد اللبناني والقادسية الكويتي. في المجموعة الأولى الجيش السوري يحتل الصدارة بثماني نقاط، الوحدات الأردني 7 نقاط، هلال القدس الفلسطيني نقطة، والنجم اللبناني دون رصيد. لكن هلال القدس والنجم اللبناني هذا الثنائي منقوص من مباراتين، مباراة الذهاب والإياب بينهما، بين هلال القدس والنجم اللبناني في برنامج يوم غد الثلاثاء إن شاء الله في هذه المجموعة الأولى انطلاقا من الساعة 7 في نفس التوقيت. هلال القدس الفلسطيني مع الجيش السوري والنجم اللبناني مع الوحدات الأردني، في حين أنه في المجموعة الثانية الجزيرة الأردني هو الذي يحتل الصدارة مع المدرب التونسي شيب الليلي ب10 نقاط، المركز الثاني للكويت الكويتي 7 نقاط، النجم البحريني 4 نقاط، والاتحاد السوري الاتحاد الحلبي بنقطة واحدة. يوم غد في البرنامج انطلاقا من الساعة 5:30 الجزيرة الأردني مع النجم البحريني، وبداية من الساعة 6:30 دائما بتوقيت مكة المكرمة بتوقيت الدوحة الاتحاد السوري يلعب مع الكويت الكويتي. وهذه كورة ومحاولة، والحكم المباراة السوري مسعود طفيلية إذا يأمر بمواصلة اللعب، كل ما فيها شيء للعملية الأخيرة. والمحاولة من جانب أحمد يوسف قائد المالكية، هذا الحوار الثنائي مع بشار السعدي جانب السويق العماني، يدفع المحور بشار مع البرازيلي تياغو لوبيز.
بعض الجماهير الحاضرة هنا في استاد مدينة خليفة الرياضية. معقل الملكية كما ذكرت البحريني آسيويا تحاول المساندة والتشجيع رغم الخيبة المحلية كما ذكرت ورغم الصدمة ممكن لجماهير الملكية بعد نزول الفريق للدرجة الأولى. الملكية فارس الغربية معظم تاريخه كان يتأرجح بين الدرجتين الأولى والثانية إلى حين التعاقد مع الكابتن أحمد الدخيل. منتصف موسم 2014-2015 كما ذكرت خلفا للمدرب التونسي حسني الزواوي، وثمرة العمل الأولى كانت مركز ثالث موسم 2015-2016 وبداية الإقلاع نحو منصة التتويج بعنوان الاستمرارية الفنية بعقد كان طويل المدى لأحمد صالح الدخيل. والمستحيل ليس مالكي وليس للمالكية، دروس وعبر وتغيير لخريطة المنافسة الكروية بالدوري البحريني. بعد الحجة الملكية فرسان الغربية ببصمة فنية محلية ومواهب كروية من الفئات السنية، وقيمة التكوين في هذا الفريق في هذا السنية أشبال وناشئين في الملكية إذا كان مش الأول يعني تجدهم في المركز الثاني والثالث، وشكل هذا دعم كبير للفريق الأول من المنتوج المحلي الخام، وهو ما أفرز بطولة الدوري موسم 2016-2017 مع الكابتن أحمد صالح الدخيل. أسرع رجل في البحرين سابقا كان عدا ناجح في سباق ال 100 متر وسباق التتابع ال 4% متر بالنسبة للمدرب الحالي لنادي الملكية البحريني أحمد صالح الدخيل. مخالفة لنادي السويق العماني تقريبا 12 دقيقة لعب منذ بداية المباراة. مشاهدينا الكرام النتيجة لا تزال متعادلة 0-0. نتمنى أن يرتفع أكثر نسق هذه المباراة، أن تكون في مستوى طموحات وترقبات الجماهير خاصة البحرينية والعمانية. المتابعة للمالكية وكذلك لشعاع الشمس، وهذه كرة كانت قوية المخالفة والتصدي من يوسف حبيب. الكرة الأخيرة كانت من ياسين الشيادي، ياسين يصوب ويوسف حبيب يتصدى. الحارس البحريني يرفع الكرة طويلة لكن كانت بعيدة على السيد هاشم عيسى. هدف منطقة الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ترجع الكرة في وسط الميدان من جانب الغاني جوزيف عجي، كرة طويلة لهشام عيسى. ما ذكرته السيد هشام عيسى هو في الحقيقة يعني هداف الملكية وثاني أفضل الهدافين في منطقة الغرب بعد بها فيصل من الوحدات ومحمد كدوح من العادة اللبناني. 4 أهداف لكل لاعب، في حين أنه السيد هشام عيسى سجل 3 أهداف ويبقى الإسباني بيانفينيدو مازانان ب6 أهداف هو هداف هذه المسابقة لسنة 2019، اللاعب المحترف في فريق نيجراس الفلبيني بين منطقتي الغرب والشرق. إذا بيانفينيدو مازانان الإسباني هو الهداف ب6 أجوال. عمار حسن نجم وسط الميدان في الملكية صرح قبل هذه المباراة قال عازمون على العودة الموسم القادم مجددا، والفشل هذا العام دافع لتقديم الأفضل وتصحيح الأخطاء والتقدم أكثر في المسابقة الآسيوية. الملكية البحريني يضم أكبر عدد من فئة الشباب هذا الموسم 10 لاعبين، وهو الأكثر إشراكا للاعبين الشباب، وهو ما يستحق يعني الإشادة بهذا الفريق. مشاركة لاعبين عمارهم 16 سنة وحتى مشاركتهم في البطولة الآسيوية. الجهاز الفني بقيادة أحمد الدخيل يعتمد كثيرا على الشباب من أجل تكوين فريق للمستقبل. كرة التعود من نواف عبد الله، نواف يلعب الكرة هشام عيسى يتقدم، هشام عيسى 4-4 كرة خطيرة للملكية ممتاز العملية فيها كل لا تضيع، كرة فيها أوفسايد، هي أوفسايد الكرة والمحاولة الأخيرة في أول ربع ساعة من المباراة. أنور العلوي الكرة كانت خطيرة
جانب حسن هلال والسيد هاشم عيسى. ممتاز هشومي، كرة ممتازة، كرة ما فيهاش اوفسايد. أعتقد أنه فادي محمود المساعد الثاني أخطأ في تقدير هذه الكرة، وكان في وضعية شرعية سليمة. حسن هلال مهاجم نادي الملكية في مباراة اليوم مع هاشم عيسى وكذلك سالم حسين. كرة تعود، أول كرة تقريبا كانت خطيرة في هذا الشوط الأول وفي هذه المباراة. كرة تعود في وسط الميدان من محسن الغساني، طويلة خطيرة. مرة أخرى هناك رفع راية، حكم السوري مسعود توفايليه يساعد كل من محمد قزاز وفادي محمود. حكم الرابع وفراس طويل. كرة هذه فيها أوفسايد. نعم كان متقدم على الثاني آخر مدافع في نادي المالكية البحريني. كرة تعود في وسط الميدان، لمسة للحارس أنور العلوي، يرفع الكرة الطويلة. نواف عبد الله ما ياخوهاش، ترجع الكرة والحارس خروج. ارتباك كان في دفاع نادي المالكية. تدخل قبل محسن الغساني من الحارس يوسف حبيب. مرفوعة الكرة الطويلة، تعود مرة أخرى. كرة وهجمة للفريق البحريني، ملعوبة كانت من سالم حسين لكن بعيدة على حسن هلال. أوفسايد آخر. وضعية التسلل يلعب بهذا السلاح فريق نادي السويق العماني. وهذه كرة أخرى كذلك، يعني محل شك. كرة أخرى محل شك بالنسبة للمساعد الثاني فادي محمود. فادي محمود تقريبا في لقطتين فيها شك. وضعية سليمة كانت كذلك لحسن هلال. مرة أخرى مباراة داخل المباراة بين المساعد الثاني فادي محمود وحسن هلال. ترجع الكرة أنور العلوي في تنفيذ مخالفة التسلل. كرة طويلة تعود لدفاع نادي الملكية جوزيف أجي المحترف الغاني اليوم في خطة جديدة كظهير أيمن مكان السيد أحمد هاشم. نعرف الغاني جوزيف أجي كمتوسط ميدان دفاعي، يغير اليوم أحمد صالح الدخيل. ترجع الكرة في وسط الميدان، كرة من جانب عمار حسن. نواف بعيد عليه الكرة، تعود مرة أخرى لفريق الملكية من جانب عمار. تخرج الكرة للتماس، رمية جانبية. التنفيذ من جانب الغاني جوزيف أجي. نادي الملكية المتأسس سنة 1967. هذه كرة خطيرة، محاولة فيها جول. خطيرة كانت العملية. فرصة أخرى لفرسان الغربية. ضيع كرة أمام حسن هلال بعمل من هاشم عيسى. هذه الكرة ممتازة، اللمسة هاشم عيسى. حاول التمهيد لحسن هلال. كرة كانت ممتازة من سالم حسين إلى هاشم عيسى. وحسن هلال كان متأخر في الوصول وتضيع كرة الهدف الأول. هدف أول يضيع، هذا هو هاشم عيسى هدف الملكية. واحد من بين أبرز اللاعبين هشومي في الخط الأمامي بالنسبة لفرسان الغربية للمالكية. اسم النادي يحمل اسم القرية المالكية، إحدى قرى المحافظة بالبحرين وأكبر قرى هذه المنطقة. تعداد سكانها تقريبا 6000 نسمة. الممثل الوحيد للمنطقة في دوري الدرجات العليا منذ سنوات. المالكية بطل الدوري البحريني لأول مرة في تاريخه موسم 2016-2017. شكل مفاجأة كبرى وكتب بعضا من التاريخ بموسم كان غير عادي. معجزة التفوق على الأندية الكبرى كالمحرق والرفاع. المالكية بعد 18 جولة 33 نقطة، 9 انتصارات، 6 تعادلات، 3 هزايم. أنهى الموسم متقدما بنقطتين على الرفاع والحد ليرفع التاج الغالي الأول في تاريخ النادي المالكي. المالكية فرسان الغربية، لكن سنوات تمر والمالكية البحريني
بعد موسم متوسط الموسم الماضي. هذا الموسم موسم الإخفاق، موسم الفشل المحلي، ومرتبة أخيرة ينزل على إثر للدرجة الأولى. تعود الكرة من محسن الغساني لنادي السويق العماني، تعود مرة أخرى محاولة تصويبة لكن تذهب للركنية، الركنية لنادي السويق، المحاولة من جانب ياسين الشيادي، ترويض كان باليسار والتصويبة باليمنى، كرة كانت ضربت في الدفاع تخرج للركنية، محاولة عمانية ملعوبة، رأسية خطيرة، ركلة مرمى، رأسية البرازيلي تياغو لوبيز، 33 سنة، القادم من نادي النجوم السعودي، 2018 لاعب السابق لشيراكا الروماني، شباب الأردن، نادي معيذر القطري، وتجربة سابقة في الدوري العماني مع نادي عمان وأهلي سداب، ثالث الأندية العمانية التي يتقمص زيها تياغو لوبيز مدافع الخبرة 33 عام. تعود الكرة مرة أخرى من جانب رشيد المشيفري، كرة لمسة لبشار السعدي، بشار يلعب الكرة، بشار لمسة لرشيد، رشيد من جهة اليمين يحاول، لكن حسن هلال كانت ممتازة الكرة والعملية الأخيرة جانب حسن هلال، عملية افتكاك الكرة وإجبار رشيد المشيفري على ارتكاب المخالفة. 22 دقيقة لعب مشاهدين الكرام في هذا الشوط الأول، والنتيجة لا تزال متعادلة 0-0. أحمد صالح الدخيل، واحد من بين المدربين البحرينيين البارزين من عائلة رياضية بالفترة، تعشق المحرك البحريني حتى النخاع، بدايات كلاعب مع فريق الجيل المندمج، بعد ذلك مع عدة فرق بالمسمى نادي الخليج، ثم انتقل للمحرك من 76 إلى 1984، بطولتين في كأس الأمير، بطولتين في الدوري العام، وكأس الاتحاد مرة واحدة. كان مدرب حقق مع فريق مدينة عيسى بطولة الدرجة الأولى والصعود لدوري الدرجة الممتازة، مع المحرك بطولة الدوري الممتاز 99-2000، مع الشباب بطولة كأس الملك 2004 والوصافة 2005، والملك هي حقق معجزة كبيرة مع هذا النادي من المركز الأخير 2015، المرتبة الثالثة 2016، البطل 2017. حين انه الموسم الماضي نادي المالكية في بطولة الدوري المحلي كان احتل المركز الخامس او الرابع، المركز الرابع ب 28 نقطة، وهذا الموسم بعد 18 جولة المرتبة الأخيرة ب 13 في العداد. نادي السويق يحاول من خلال التصويب، تصويبه كانت ومحاولة من جانب خليل العلوي، حوار المدربين بين أحمد صالح الدخيل وقاسم المخيني مدرب السويق العماني من آخر شهر يناير، مدربا للفريق الأول خلفا لعلي الخنبشي، وهذه كرة ومحاولة من حسن هلال، والتدخل من بشار السعدي يبعد الخطورة، بشار كرة تعود، رمية جانبية، علي جسم يلعب كرة لسيد، ممتاز كرة عملية ممتازة، المراوغة، المحاولة، المطالبة بركلة الجزاء، عمار حسن يطلب اللعب، حكم المباراة مسعود طفيلية، تعود مرة أخرى قاسم المخيني مدرب نادي السويق، مدرب مختص في تكوين اللاعبين وأفضل مدرب في الفئات السنية موسم 2014-2015 في اختيارات واستفتاء الرابطة الوطنية لكرة القدم العمانية مع شباب نادي السويق، بطل الدوري آنذاك، حقق لقب البطولة. هذه العملية التي طالب بها عمار حسن بركلة جزاء، 10 سنوات مع فريق الشباب
للقلعة الصفراء نادي السويق ابن النادي كما ذكرت هو البطل في بطولة الدوري العماني للشباب 2014-2015 عمل كبير خاصة على مستوى التكوين. الحكم السوري مسعود طفيلية الدولي من 2012 هذا الحكم قاد السنة الماضية إياب نهائي غرب كأس الاتحاد الآسيوي بين الصقور العراقية القوة الجوية والجزيرة الأردني. كرة تعود حسن السعد في وسط الميدان كرة ملعوبة من جديد عودة وامتلاك في المناطق الخلفية بالنسبة لنادي السويق من البرازيلي تياغو لوبيز يرفع الكرة تياغو لوبيز لكن دون عنوان. هذه الكرة تعود جانبية لنادي الملكية حول الأخيرة من حسن هلال وافتكاك الكرة كان من يوسف الغافري. فكرة عن الجماهير الحاضرة هنا في استاد مدينة خليفة الرياضية ملعب متعدد الاختصاصات في مدينة عيسى الملعب البيتي لنادي النجمة بطاقة استيعاب تقدر بعشرين ألف متفرج. هذا الملعب استضاف تسع مباريات من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 2013 الافتتاح كان سنة 1968 ثم التجديد بقيمة 5.5 مليون دينار بحريني وإعادة افتتاحه سنة 2007. كرة تعود من جانب حسن السعدي كرة ملعوبة وتبقى لنادي السويق على مستوى الامتلاك لكن بعيدة على رشيد المشيفري. تقريبا انتصف هذا الشوط الأول مباراة لم ترتقي بعد لمستوى كبير دون المتوسط إلى حد الآن. كرة ملعوبة من جانب أحمد يوسف كرة في وسط الميدان تدخل الدفاعي بشار تعود أحمد حبيب كرة جانبية مرة أخرى على الملكية البحريني في هذه المجموعة بعد أربع مباريات سجل خمسة أهداف بأقدام لاعبين فقط هما سيد هاشم وعيسى عبد الوهاب. سيد هاشم عيسى المهاجم في مباراة اليوم حمل قميص رقم 16 في حين أن السويق العماني ثلاثة أهداف مسجلة في أربع مباريات بأقدام محسن الغساني ثامر الزعابي وإبراهيم خليل. كرة لأنور العلوي يلعب تياغو لوبيز في وسط الميدان ثاير كروما ثاير كروما ينتظر المساندة ضغط عالي من جانب نادي الملكية مباشرة لأنور العلوي من جديد كرة تعود لمسة رأسية خليل مرة أخرى كرة وامتلاك لممثل الكرة العمانية مقطوعة من جانب عمار حسن أسبقية اللعب من حكم المباراة كرة في اتجاه هشام عيسى ممتاز المحاولة كرة فيها جول خطيرة خطيرة ممتاز أنور العلوي ممتاز أنور العلوي أمام حسن هلال في الكرة الأخيرة حارس نادي السويق العماني يتألق كرة الهدف الأول تضيع على حسن هلال. إذا التسرب المرور والتدخل من الحارس أنور العلوي ترجع الكرة مرة أخرى في وسط الميدان بين الفينة والأخرى بعض المحاولات السانحة للتهديف الأبرز لحدران والأخطر من جانب نادي الملكية البحريني. كرة ملعوبة لمسة المحاولة لكن كانت بعيدة بعيدة على محسن الغساني. بين الملكية البحريني والسويق العماني ثلاثة مباريات سابقة يا غالب يا مغلوب ولا مباراة فيها تعادل الكلها فوز فوز في فوز انتصار في انتصار والكلها بجنسية بحرينية للملكية. بهذه المسابقة كأس الاتحاد 3-3 بالعلامة الكاملة المباراة الأولى بين الفريقين بتاريخ 12 فبراير 2018 في البحرين 4-1 وفي آخر مباراتين في عمان 10-4-2018 2-1 وبنفس النتيجة ودائما للملكية البحريني يوم 26 فبراير 2019 11 هدف في لقاءات الفريقين 8 للملكية و3 للسويق.
تعليمات المدرب احمد التخيل. تعلق كبير للحارس انور العلوي خاصة في الكرة الاخيرة امام حسن هلال بعد مرور نصف ساعة لعب والنتيجة لا تزال متعادلة صفر مقابل صفر. ذكر لكل من التحق بنا بهذا التوقيت مباراة الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مباراة استاد مدينة خليفة الرياضية. المالكية البحريني بسبع نقاط في المرتبة الثانية مع القديسية الكويتي والسويق العماني المركز الرابع صفر من النقاط. غادر المسابقة وغادر ريهان وسباق التأهل للمربع الذهبي عن منطقة الغرب. إصابة لاعب المالكية هاشم عيسى. تعود الكرة لنادي السويق من جانب رشيد المشيفري، حاول يرفع كرة تعود مرة أخرى، لمسة والمحاولة في وسط الميدان. حسن هلال مصدر الخطورة والكرة كانت مقطوعة من جانب ثائر كروما. تعود مرة أخرى هذه المحاولة، تدخل كان من جانب ثائر كروما. تتنفذ المخالفة الطويلة في اتجاه دائما حسن هلال لكن مرفوعة أوفسايد. سالم حسين هذه الكرة الأخيرة واضح كان متقدم هذه العملية كان محق المساعدة الثاني فادي محمود. سالم حسين كان متقدم، هذا هو فادي محمود المساعد الثاني في هذه المباراة تقدم تحكيم من سوريا بقيادة مسعود طفيلية. ترجع الكرة المحاولة لنادي السويق خطيرة، تضيع بكيفية غريبة، تضيع الكرة وعودة لدفاعات نادي المالكية البحريني. والكرة والمحاولة ما زالت متواصلة خطيرة ملعوبة توزيعة محسن الغساني أسبق منه المدافع يخرج الكرة للركنية. محاولة أخرى علي جاسم يتدخل أمام محسن الغساني، هذا هو محسن في التمهيد. كرة كانت قوية تعود نواف عبد الله والمخالفة على نواف من محسن الغساني، واحد من بين أخطر المهاجمين في تشكيلة نادي السويق العماني لاعب المنتخب نواف عبد الله. هذه الكرة بين يوسف الغافري ومحسن الغساني، الكرة تعود ليوسف حبيب. ننتظر الهدف رقم 12 في مواجهات الفريقين بأي الألوان. هل يكون التاسع للمالكية من الرابع لنادي السويق؟ ترجع الكرة مرة أخرى، كرة من محسن الغساني، غساني محسن يلعب كرة ممتازة العملية لكن نواف عبد الله في تدخل مع ياسين الشيادي. اقتربنا من اخر 10 دقائق من زمن هذا الشوط الاول والنتيجه دائما متعادله صفر مقابل صفر. كره من جهه اليمين محاوله لنادي السويق ملعوبه كره والتدخل من جانب جوزيف ادجي يلعب كره تبقى في وسط الميدان. من جديد تعود للغاني جوزيف يرفع الكرة طويلة 23 سنة فقط بالنسبة لهذا الغاني. ترجع من جديد كرة لحسن هلال يلعب مع علي جاسم مقطوعة من الشيادي وتصبح الهجمة لنادي السويق. لعب عشوائي في وسط الميدان كرة حسن هلال مرة أخرى يلعب الكرة الطويلة تدخل من ثائر كروما. كروما يلعب مع البرازيلي تياغو لوبيز. بشار السعدي بشار تعود الكرة مرة أخرى في وسط الدفاع كروما ثائر لمسة لرشيد المشيفري
رشيد بشار، بشار كرة في اتجاه ياسين الشيادي والمخالفة، مخالفة يعلن حكم المباراة مسعود طفيلية. ياسين الشيادي والمخالفة كانت من سالم حسين. كرة أخرى في وسط الميدان، تسعة مخالفات، تسعة فاول، خمسة مالكية، أربعة لسويق. كرة تعود مرة أخرى من المشيفري من جهة اليمين، يحاول التوزيع ومحسن الغساني يفشل على مستوى الترويض. تخرج الكرة رمية جانبية، يوسف حبيب في تنفيذ ركلة المرمى، يلعب الكرة الطويلة، تدخل من المدافع بشار السعدي في وسط الميدان. تعود كرة لنادي المالكية في غياب اليوم بارز للسيد هاشم عدنان في محور الدفاع، وعيسى عبد الوهاب البري الموهبة الكروية المحلية وهداف الدوري 2015-2016 بعشرة أهداف، يغيب عن مباراة اليوم، كان حاضر في آخر مباراة للمالكية أمام القادسية الكويتي. ترجع الكرة طويلة، محاولة بشار يخطئ، أوه عملية خطيرة هذه الكرة، خطيرة هذه الكرة، وعملية الاختراق كانت من سالم حسين وقريبة من منطقة الجزاء. بعد السنتيمترات كادت تكون مخالفة يعني داخل المنطقة، لكن في تقدير حكم المباراة مخالفة لنادي المالكية. إمكانية وفرصة لافتتاح النتيجة، شوف يعني لا تبعد كثيرا عن خط ال 16 متر و50. تعليمات الحارس انور العلوي بين عمار حسن، هذه الكرة سالم حسين وحسن هلال وهشام عيسى. ترجع الكرة ننتظر التنفيذ، سالم حسين او هشام عيسى في تنفيذ هذه المخالفه خطيره على دفاع نادي السويق. 8 دقائق لنهايه هذا الشوط الاول، هشام عيسى، سالم حسين يصوب كره تعود تبقى مره اخرى لنادي الملكيه، بعيده على القائمه الثانيه، بعيده كره كانت بعيده، يفشل الملكيه في استثمار هذه الكره الثابته القريبة من منطقة الجزاء. توزيع الأخيرة من أحمد يوسف قائد الفريق، الكرة كانت بعيدة على الحارس أنور العلوي. طويلة من أنور العلوي، يرفع الكرة، محاولة من جانب نواف عبد الله، يخسر الكرة، محسن الغساني، الضغط موجود من خليل، تبقى مرة أخرى، كرة في وسط الميدان، ثائر كرومة بالرأس، تذهب إلى اليسار، كرة، والتدخل من المدافع الغاني، جوزيف أدجي، محسن الغساني وجوزيف أدجي في هذه الكرة. تبقى لبشار السعدي، بشار كرة لكرومة، كرومة باهية لرشيد المشيفري، يحاول التوزيع، تدخل من أحمد مسلم، تبقى لنادي الملكية، يحاول يعكس الهجمة، كرة لجوزيف أدجي، أدجي أدجي لكن كانت بعيدة على حسن هلال وسالم حسين. ونواف عبد الله يقطع هذه الكره، نواف 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 ممتاز، نواف ياخذ هذه الكره، تعود مره اخرى من جهه اليمين، هشام عيسى، هشام هشام يلعب كره مع حسن هلال، حسن يمر، حسن يعدي، حسن كره الهدف الاول، تضيع خطيره، كله
على الخط النهائي. ما زالت الكرة وما زالت المحاولة. أخطر كرة في الشوط الأول لنادي المالكية من قلب المرمى، يخرجها دفاع نادي السويق. التوزيع كرة على القائمة الثاني بالبوكسينج. عمار حسن يفتتح النتيجة 1-0 بروح الإصرار، برغبة الانتصار وتحقيق علامة الفوز. عمار حسن يتمكن من افتتاح النتيجة بعد كرة ومحاولة وثبات وإصرار كبير من جانب لاعبي المالكية. هذه الكرة كانت التوزيعة من علي جاسم، يخطئ حارس المرمى أنور العلوي في إبعادها، تأتي أمام عمار حسن يتمكن من افتتاح النتيجة على الطاير بالساق اليمنى. كرة في الشبكة والشبكة تتحرك وتعلن عن أول هدف في المباراة. 1-0 قبل العودة لغرف الملابس. هدف أول في المباراة مستحق لنادي المالكية. الإمضاء والتوقيع عمار حسن في آخر 5 دقائق مشاهدينا الكرام. تعود الكرة كرومة لأنور العلوي. عملية الهدف تقريبا في المرحلة الأولى والثانية تم بعدها من الخط النهائي بصعوبة من دفاع نادي السويق، لكن بإصرار علي جاسم توزيعها كانت جيدة، وخطأ الحارس أنور العلوي. وفي الاستقبال في الترقب كان موجود عمار حسن. تعود الكرة، هدف قد يعيد للمباراة بريقها خاصة من جانب نادي السويق المطالب بتعديل الكفة ليحفظ ماء الوجه على الأقل. هذه كرة أخرى، سيد هاشم عيسى محاولة من جديد تبقى للمالكية، والتدخل من جانب ياسين الشهادي. كرة وهجمة معاكسة، محسن الغساني، غساني 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 غساني، يلعب الكرة ممتازة لخليل العروي، والمخالفة والكارت الأصفر. البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد الخطأ على خليل العروي. كرة ممتازة كانت من جانب محسن الغساني، والتدخل من علي جاسم سحب توزيعة الهدف. علي جاسم الظهير الايسر اليوم ينال البطاقة الصفراء من مسعود طفيلية يوسف حبيب. دقيقتين لنهاية هذا الشوط الأول. 1-0 تغيرت النتيجة للمالكية بهدف نجم الوسط عمار حسن. خليل العلوي ومحسن الغساني أيهما سيسدد من أجل العودة في النتيجة وتعديل الكفة قبل العودة لغرف الملابس؟ إذا خليل العلوي، محسن الغساني، خليل هو اللي نفذ كورة للحارس يوسف حبيب. خليل العلوي سهلة ليوسف حبيب حارس المالكية. كورة ملعوبة لأحمد مسلم. أحمد يرفع الكرة طويلة لكن دون عنوان، بعيدة كانت على سالم حسين. تعود من رشيد المشيفري. بشار السعدي، بشار يرفع، بشار كرة طويلة، تدخل دفاعي جيد، تبقى لثاير كرومة. كرومة اللمسة والمحاولة والعملية خطيرة لهجوم نادي السويق من خليل العلوي. خليل، خليل على القائمة الثاني، كرة ما زالت المحاولة خطيرة، تصويبة قوية قوية، التصويبة من ادريس سعدي كانت بعيدة. محاولة يتحرك هجوم نادي السويق. هذه الكرة كانت من جوزيف أجي لادريس السعدي، والكرة بعيدة على مرمى الحارس يوسف حبيب. يحاول نادي السويق في خاتمة هذا الجزء الأول من هذا الحوار. ترجع الكرة من يوسف حبيب طويلة، كرة في وسط الميدان من هاشم عيسى، لا فيها شيء يقول حكم المباراة. تعود لياسين الشهادي، الشهادي يلعب كرة مع خليل العلوي. خليل، خليل يلعب خليل، لكن يتدخل عمار حسن في الافتكاك إلى نواف عبد الله.
نواف، نواف يلعب مع جوزيف أجي، أجي يخرج بها الكرة الغاني باهية في وسط الميدان، ممتاز العملية الأخيرة، كرة ملعوبة آخر الدقائق، دقيقة واحدة مشاهدينا الكرام في الوقت البديل، تعود مرة أخرى لخليل العلوي، علوي عكس الهجوم خطيرة لإدريس السعدي، إدريس إدريس لنواف، إدريس كرة عكسية لنواف عبد الله إلى عمار حسن، عمار عمار يحاول الخروج بالكرة من المناطق الملكية، الحل في أحمد مسلم يلعب الكرة الطويلة لكن بعيدة كانت على هشام عيسى للحارس أنور العلوي. شكل الشوط الأول 1-0، هدف الدقيقة 40 لعمار حسن بعد خطأ كان من أنور العلوي حارس السويق، في رجع الكرة للعب، كرة ملعوبة مرة أخرى، هشام عيسى، هشام هشام يفشل في تجاوز مدافع السويق، البرازيلي تياغو لوبيز، كرة من جوزيف أجي، الرمية جانبية، محاولة الأخيرة، وفي ذات اللحظة يعلن الحكم السوري مسعود طفيلية على نهاية الشوط الأول مشاهدينا الكرام بين المالكية البحريني ونادي السويق العماني بتقدم 1-0 للمالكية، هدف عمار حسن، هذا هو نجم وسط الميدان في الدقيقة 40. نلتقي مشاهدينا الكرام مع بداية الشوط الثاني. أعلن عن بداية الفترة الثانية في هذه اللحظة بكرة لنادي السويق العماني بنفس الأسماء التي خاضت الشوط الأول مع المدرب قاسم المخيني، أنور العلوي، يوسف الغافري، بشار السعدي، البرازيلي تياغو لوبيز، حسن السعدي، ثاير كروما، ياسين الشيادي، رشيد المشيفري، خليل العلوي، محسن الغساني، وإدريس السعدي، في حين تشكيلة أحمد الدخيل ومدرب المالكية في هذه المباراة يعول على كل من يوسف حبيب، أحمد يوسف، أحمد مسلم، أحمد حبيب، علي جاسم، جوزيف أجي، عمار حسن، نواف عبد الله، حسن هلال، هاشم عيسى، وسالم حسين، وهذه كرة المخالفة المعلنة من جانب حكم المباراة مسعود طفيلية لنادي المالكية من أجل تسجيل الهدف الثاني، هدف الاطمئنان وهدف النقطة العاشرة والانتصار الثالث في هذه المجموعة الثالثة. فريق السويق يعاني محليا ويعاني كذلك على المستوى القاري. بعد حين سأذكر الوضعية بالنسبة للفريقين في بطولة الدوري. كرة من هشام عيسى، هدف الملكية، 3 أهداف قبل مباراة اليوم. هشام عيسى سالم حسين في تنفيذ هذه المخالفة، الأقرب سيكون هشام عيسى، يستعد يصوب قوية لكن بعيدة على مرمى الحارس أنور العلوي. في بطولة الدوري البحريني الرفاع 37 نقطة، بطل للمرة 12 في تاريخه بعد الفوز في الجولة الأخيرة على المالكية بهدفين مقابل صفر. المالكية في المرتبة العاشرة بعد 18 جولة، في المركز الأخير 13 نقطة من 4 انتصارات تعادل و13 خسارة، موسم كارثي بيتم معنى الكلمة. محليا سجل 15 واستقبل في مرماه 34 هدف. المالكية بطل 2016-2017، نعم بعد موسمين يجد نفسه في الدرجة الأولى. ماذا يحدث في بيت المالكية؟ موسم فاشل على طول مقارنة بالموسم الماضي 2017-2018، مرتبة رابعة ب 28 نقطة. الفريق يغادر دوري الأضواء، الدوري الممتاز، رفقة نادي البديع، مرتبة 9 ب 15 نقطة بالنسبة للبديع. المالكية في ثاني مشاركة قارية وآسيوية، طموح فرسان الغربية محو الخيبة المحلية أمام نادي السويق العماني الفاشل كذلك آسيويا ومحليا، لأنه في بطولة الدوري قبل 5 جولات على النهاية نادي ظفار 55 نقطة، البطل للمرة 11، الزعيم
فارق 16 نقطة على الوصيف النصر 39 في العدد. نادي سويق بعد أن كان مرشحا بأن يكون ضمن أندية الصدارة في الدوري، لكن الخسارة الأخيرة أمام سحم تراجع بها في الترتيب والرتبة من المركز الخامس إلى المرتبة الثامنة ب 28 نقطة، 6 انتصارات 10 تعادلات و5 هزائم، نفس الرصيد من الأهداف المقبولة والمدفوعة، سجل 24 واستقبل في مرماه نفس العدد 24. ذكر السويق العماني تراجع كبير على مستوى النتائج إذا ما أدى لتغيير المدرب، وقاسم المخيني يأخذ مكان علي الخنبشي. السويق العماني في آخر 7 مباريات لم يعرف التعادل في مباريات بين المحلي والقاري، آخر قاطع ومقطوع 1-1 كان يوم 7 مارس 2019 أمام النصر في بطولة الدوري العماني. كرة تاول، محاولة عمانية من جانب ياسين الشايد، يلعب غسان فارك روم، مقطوعة من عمر حسن عكس الهجمة الملكية، لكن الكرة كانت بعيدة من سالم حسين، تعود لدفاعات نادي السويق العماني من تياكو لوباز، يلعب الكرة نواف عبد الله يقطعها في وسط الميدان، حاول يعكس الهجمة بسرعة نواف، تدخل قوي جدا، تدخل من بشار السعدي، ما فيها شيء، كل حكم المباراة لكن يروح رياضية كبيرة، يقع خرج الكرة من ثائر كروما، تدخل الأخير على هاشم عيسى هداف المالكية بثلاث أهداف في هذه المسابقة، ذكر في الجولة السادسة والأخيرة يوم 13 مايو القادم العهد اللبناني يلاقي المالكية البحريني والسويق العماني يلعب مع القادسية الكويتي. في نفس هذه المجموعة المباراة الثانية إن شاء الله تلقى من الساعة 8:15 مساء ستكون منقولة كذلك على قنوات الكاس الرياضية، مباراة القادسية الكويتي والعهد اللبناني، مباراة قمة، مباراة قوية بين الأول والثاني، العهد 8 نقاط والقادسية 7 نقاط، لكن بانتصار المالكية وفي انتظار النتيجة النهائية آنيا المالكية هو متصدر هذه المجموعة بعشر نقاط. قاسم المخيني وتعليماته للاعبيه فامر الزعابي قد يأخذ مكانه في التشكيلة الأساسية أو التعديل بالنسبة للمدرب قاسم المخيني. الأمور ليست على أحسن ما يرام، كرة تعود بعد خروج هاشم عيسى لتلقي الإسعافات، وننتظر التغيير الأول للمدرب قاسم المخيني. إعادة الكرة لنادي التسويق، بعد خروج هاشم عيسى تياغو لوبيز يلعب كرة طويلة، تدخل من جانب أحمد يوسف، تعود لبشار السعدي في وسط الميدان، كرة لكرومة متابعة من نواف عبد الله، تعود لحسن السعدي، حسن السعدي محاولة شيادي، شيادي كرة في اتجاه يوسف الغافري، يوسف لمسة كانت قصيرة والتضرب في السالم حسين، تخرج رمية جانبية، عيسى البري وسيد هاشم عدنان أبرز الغيابات في تشكيلة نادي الملكية، في حين يغيب عن نادي سويق الحارس عمار الرشيدي لأسباب خاصة، لأسباب عائلية، لم يتحول مع الفريق إلى البحرين. كرة مرة أخرى من جانب حسن السعدي، السعدي مع الشيادي أو الغافري، غافري يوسف، يوسف يلعب الكرة محسن غسان، يحاول من بعيد، بعيدة تصويبة مباغتة من جانب محسن الغساني،
يبحث عن الحلول للوصول لمرمى يوسف حبيب، ويبحث نادي سويق عن تحقيق أول نقطة هذا الموسم في كأس الاتحاد الآسيوي. إذن 33 10 33 إدريس السعد يغادر مركز بمركز، ودخول ثامر الزعابي. ننتظر إضافة ثامر الزعابي لتشكيلة نادي السويق، فريق بصعوبات كبيرة على المستوى الهجومي. هذه كرة محاولة خطيرة، محسن مرة أخرى يصوب يوسف حبيب بالمرساد لكل الكرات والتصويبات. حاول يعكس الهجمة سريعة وكانت بعيدة على هاشم عيسى. هذه الكرة الأخيرة، المالكية فشل في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات، ليعود اليوم لنغمة الانتصارات. تعادل وثلاث هزائم متتالية، تعادل مع الرفاع الشرقي 0-0، والخسارة أمام القادسية الكويتي 2-1 و2-0 في الدوري أمام الحالة والرفاع. المالكية القادم لهذه المباراة من أجل العودة للغة الفوز التي غابت عن الفريق منذ الفاتح من شهر أبريل الحالي. تاريخ آخر انتصار في الكويت أمام نادي القادسية بهدفين مقابل واحد. تعود الكرة مرة أخرى، رمية جانبية، كرة ومحاولة خطيرة على دفاع نادي السويق. واردي باك سالم حسين ويستفيد من ركنية، تدخل كان من ياسين الشيادي أمام سالم حسين. كرة في الركنية، هذه العملية الأخيرة، صراع ثنائي بين ياسين الشيادي وسالم حسين. الركنية الرابعة في المباراة، الأولى للملكية، 3 للسويق. كرة ملعوبة، دخل من لوبانز. نواف عبد الله حاول يعكس الهجمة، وهذا خطأ تكتيكي، تكتيكي الخطأ من نواف عبد الله، يكتفي بالعقوبة الفنية. الحكم السوري مسعود طفيلية لا يشعر البطاقة الصفراء لنواف عبد الله. كرة والتدخل مرة أخرى، يرتفع نوعا ما لصق المباراة. هذه الكرة من نواف عبد الله كان يستحق على الأقل البطاقة الصفراء. مسعود طفيلية يتغاضى عن إشهار الكرت الأصفر لنواف. تعود الكرة مرة أخرى لنادي السويق، يتحرك محسن الغساني، محسن 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 يطلب اللعب. مسعود ما فيها شيء، كله من سالم، سالم حسين يرفع طويلة. تعود مرة أخرى، النسخة 16 لكأس الاتحاد الآسيوي، هذه المسابقة التي انطلقت سنة 2004 وعرفت سيطرة كويتية عراقية في آخر 10 سنوات. 6 ألقاب، 3-3 للكرة الكويتية مع نادي الكويت 2009 2012 2013، و3 للكرة العراقية مع القوة الجوية في 3 مواسم أو السنوات الأخيرة 2016 2017 2018. إنجاز غير مسبوق، ريكور 3 تتويجات متتالية لفريق واحد. ذكر هذه النسخة دورة 2019 قوية جدا بمشاركة 12 نادي من 7 دول في منطقة الغرب، من ضمنهم 4 أندية سبق لها تتويج بلقب البطولة، القادسية والكويت الكويتي والجيش والاتحاد السوري. 3 مجموعات يتأهل لنصف النهائي منطقة غرب آسيا، سحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يتحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث. لقب واحد للكرة البحرينية مع المحرق سنة 2008 بعد خسارة نهائي 2006، في حين أنه ولا لقب بالنسبة للكرة العمانية خارج حسابات التتويج والألقاب قاريا في الأندية. مشاركات ضعيفة جدا بالنسبة للأندية العمانية في دوري الأبطال وكذلك في كأس الاتحاد. وهذه الكرة مرفوعة تعود من الدفاع البحريني، من يستطيع
خلافة نادي القوة الجوية العراقي 2019. تذكر الكاس أو اللقب الوحيد الذي فاز به نادي عماني على المستوى الإقليمي والقاري كان لنادي فنجة عام 1989 في كأس الخليج للأندية أمام منافس بحريني اللي هو المحرق في النهائي في مملكة البحرين. كرة طويلة من أحمد حبيب، محور الدفاع يلعب كرة جانبية. 59 دقيقة لعب، النتيجة هي نتيجة الشوط الأول 1-0 بهدف عمار حسن. في 40 دقيقة لعب، الملكية بطل الدوري البحريني 2016-2017 في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي، شارك لأول مرة في تاريخه 2018 العام الماضي بعد الانسحاب من الدور التمهيدي أو ملحق دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي بهدفين لصفر. شارك في مجموعة عربية، مجموعة أولى كانت حديدية إلى جانب حامل اللقب القوة الجوية العراقي، الجزيرة الأردني وكذلك السويق العماني. الملكية أنهى بطولة المجموعات في المرتبة الثالثة بعد الجزيرة 14، القوة الجوية 12، فرسان الغربية الملكية 7 نقاط من انتصارين والتعادل والثلاث هزائم، سجل 11 وقبل 10 أهداف. السويق العماني السيناريو يعاد هذا الموسم، المشاركة الماضية 2018 مرتبة رابعة دون رصيد، 0 نقاط 6 هزائم متتالية، سجل 4 و16 هدف في مرمى. مشاركة ضعيفة للسنة الثانية على التوالي لنادي السويق العماني في كأس الاتحاد الآسيوي. يعني تخيل معي 10 هزائم متتالية لنادي السويق العماني في كأس الاتحاد بين 2018 و2019، ولأصحاب التاريخ ولأصحاب الأرقام والإحصائيات، آخر انتصار للسويق العماني في الآسيوية منذ سنتين تقريبا هنا في ملعب الخور بالدوحة العاصمة القطرية يوم 2 مايو 2017 أمام الجيش السوري، انتصار السويق بهدفين مقابل واحد، أهداف بأقدام إفريقية مامادو ديانك السنغالي والإيفواري تشي كيبري مع المدرب العراقي آنذاك حكيم شاكر، المدرب الحالي لنادي الزوراء للنوارس في العراق. آخر فوز، تخيل آخر فوز آسيوي في كأس الاتحاد منذ سنتين، وهذه كرة لعمار حسن والمخالفة. 10 هزائم متتالية، هل يستطيع اليوم يعني العودة بنقطة التعادل على الأقل وكسر قاعدة الهزائم والخسائر المتتالية؟ نادي السويق تدخل كان على أحمد يوسف في الكرة الأخيرة، حين أنه شتان بين أرقام المالكية البحريني على المستوى بطولة الدوري المحلي والمشاركة الآسيوية. بطولة الدوري خيبة كبيرة، مرتبة أخيرة، الفريق نزل الدرجة الأولى. أحمد حبيب يحاول كاد يسجل هدف الثاني. ذكرت أنه المالكية البحريني آخر الترتيب في بطولة الدوري البحريني، لكن الآن هو متصدر المجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الآسيوي بهذا الانتصار على نادي السويق العماني. ذكر المشاركة الثانية للمالكية البحريني، في حين هي المشاركة السابعة لنادي السويق 2009 2011 2012 14 17 و2018، 6 مشاركات سابقة. أفضل نتيجة كانت في مشاركة 2012 إثر الوصول وإدراك الدور ثمن النهائي والخروج أمام الاتفاق السعودي 1-0. أصفر الباطنة نادي شعاع الشمس، القلعة الصفراء كلها ألقاب نادي السويق. 45 مباراة في كأس الاتحاد الآسيوي، لم يحقق الفوز إلا في 8 مباريات، 7 تعادلات و30 خسارة. نعم 30 هزيمة لنادي السويق العماني، والآن خاسر مباراته رقم 31. كرة من أنور العلوي، يلعب مع البرازيلي تياغو لوبيز. لوبيز في وسط الميدان،
كرة لنادي الاسويق، محاولة لتعديل النتيجة، لكن لحد الآن على هذا المردود ليست هناك مؤشرات أو بوادر للحديث عن عودة في المباراة بالنسبة لنادي الاسويق العماني، رغم تغيير ثامر الزعابي لإدريس السعدي. بقيت الأمور على ما هي عليه بالنسبة للمدرب قاسم المخيني. هناك إشكال على مستوى وسط الميدان، نعم مكينة نادي الاسويق العماني، هناك ثقل وبطء في الخروج بالكرة، يلتجأ للعب الطويل، اللعب المباشر على غرار هذه الكرة، سهلة تعود للدفاع البحريني من نواف عبد الله، يقطع نواف، عمار حسن يعكس الأجمل، عمار سحب الهدف الوحيد في المباراة، كرة من جهة اليمين أو اليسار لسالم حسين، سالم حسين ويستفيد من ركلة جزاء، ضربة جزاء سالم حسين، أي كرة لنادي الملكية، والبطاقة الصفراء لرشيد المشيفري، ممتازة جدا كانت العملية، الخروج بالكرة من نواف عبد الله لعمار حسن، كرة في اتجاه حسن هلال، والدفع من جانب رشيد المشيفري، وضربة الجزاء لنادي الملكية، فرصة تضعيف النتيجة وقتل الأمال بالنسبة للسويق للعودة في المباراة. هاشم عيسى هدف الملكية في كأس الاتحاد الآسيوي بثلاث أهداف، يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء. هذا رشيد المشيفري سحب الخطأ الأخير والمتسبب في ركلة الجزاء لنادي الملكية. أنور العلوي في حوار مع هاشم عيسى، أنور العلوي وهاشم عيسى، كرة للثاني، أم يبقي أنور العلوي سويق في المباراة، تركيز كبير لمهاجم فرسان الغربية الفارس هاشم عيسى، يتقدم يستعد للتنفيذ، هاشم عيسى يحط كرة في الشبكة، جول، الهدف الثاني لنادي الملكية، فرسان الغربية يتمكنون من الوصول للفرحة الثانية في هذه المباراة بركلة جزاء هاشم عيسى، رابع هدف هاشم في هذه المسابقة، يباغت الحارس أنور العلوي بهذه الكيفية، كرة على اليمين والحارس في الجهة الأخرى، 2-0 للملكية البحريني أمام نادي السويق العماني. تزداد صعوبة هذه المباراة على ممثل كرة القدم العمانية بعد مرور 65 دقيقة، نعم في المباراة 40 دقيقة، عمار حسن 65 من ضربة جزاء، الهدف هاشم عيسى، يلتحق ببها فيصل مهاجم الوحدات، ومحمد كدوح لاعب العادة اللبناني بأربع أهداف عن منطقة الغرب في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي. ترجع الكرة لثامر الزعابي مع خليل العلوي، خليل كرة محاولة، بحث عن يوسف الغافري، يعني خسارة خمسة على التوالي هذا الموسم في هذه المسابقة بالنسبة لنادي السويق العماني هي موجعة على الأحباء، موجعة على الأنصار، خاصة كما ذكرت بعد ستة خسائر كذلك وستة هزائم السنة الماضية، فريق لا يقدر على تحقيق حتى نقطة ولا تعادل في 11 مباراة إلى حد الآن، هذا كثير على شعاع الشمس وعلى أصفر الباطن. كرة تعود، ننتظر هذه المباراة ونهايتها. بهذا الشوط الثاني الملكية يؤكد السيطرة على منافسه، ثلاثة مباريات سابقة، ثلاثة انتصارات بالنسبة للملكية البحريني، هل يكون اليوم الانتصار الرابع على التوالي بعد 4-1 2018 يوم 12 فبراير و 2-1 10 أبريل 2018 و 26 فبراير 2019. بالمناسبة الملكية بهدف عمار حسن الأول وهاشم عيسى الثاني يصبح في رصيده 10 أهداف في مرمى نادي السويق،
13 هدف في المجموع العام، 10 الملكية، 3 للسويق. سيطرة كبيرة، سيطرة واضحة للملكية على السويق العماني في هذه المسابقة. كرة من هاشم عيسى من أجل تسجيل الدوبلي، يلعب كرة ممتازة، سالم حسين، كرة للثالث، سالم الثالث، 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 لا يضيع، يضيع الهدف الثالث بيتألق أنور العروي أمام حسن هلال. كرة ممتازة جدا من سالم حسين إلى حسن هلال، وأنور العروي يتمكن من إنقاذ مرماه من هدف ثالث محقق، هدف الكاو. ترجع الكرة، محاولة عمار حسن يبعد الخطورة، والمحاولة تبقى لنادي الملكية بكرة مرعوبة لدفاعات نادي السويق. كرة سهلة للمدافع أحمد حبيب، ترجع مرة أخرى أحمد التخين يكسب الريانة الآسيوي بعد أن فشل في الريانة المحلي بكرة من سالم حسين. سالم، سالم مرة أخرى، لكن تختي هذه المرة جيدة من البرازيلي تياغو لوباز. خبرة لوباز أمام سالم حسين، هذه الكرة تعود. صعوبات كبيرة على المستوى الهجومي بالنسبة لنادي السويق العماني. ينطلق محسن الغساني، انطلاقة كرة لثامر الزعابي، صوب، صوب ثامر الكرة للحارس يوسف حبيب. هذه الانطلاقة كانت سريعة من جانب سالم حسين، وحسن هلال أعطاه حق، سدد الكرة بداخل الساق اليمنى، وخروج في تايمينج ممتاز لأنور العروي، ومحاولة الرد على كرة حسن هلال من جانب ثامر الزعابي، وكرة للحارس يوسف حبيب تعود مرة أخرى، والمخالفة قريبة. الحكم السوري مسعود طفيلية يعلن المخالفة ضد قائد نادي الملكية أحمد يوسف. واضح مخالفة على ثامر الزعابي. سبعون دقيقة مشاهدينا الكرام، والنتيجة 2-0 لأصحاب الأرض والجمهور نادي الملكية. هدف عمار حسن، وهاشم عيسى من ضربة جزاء في الدقيقة 65، هدف الأول في الدقيقة 40. شوط أول، هذه كرة خطيرة، ممتاز، رائع هذا الهدف، طلقة ممتازة قوية، صاروخ في مرمى نادي الملكية، تباغة الحارس يوسف حبيب. يوسف حبيب لم يجد الحلول لصد هذه الكرة القوية الممتازة من محسن الغساني. الغساني يسجل هدف أول لنادي السويق، قوية جدا، قوية أرضية مباغتة للحارس يوسف حبيب في تايمينج جيد للعودة في المباراة لنادي السويق العماني. من بعيد يا محسن، من بعيد، من بعيد يسجل الغساني من أجل عودة السويق في المباراة بمخالفة. كرة ثابتة ممتازة جدا، سويبة قوية في 72 دقيقة لعب، يتمكن من تذليل الفارق محسن الغساني 2-1. بطاقة صفراء أخرى في المباراة لبشار السعدي، هذا التدخل الأخير الذي كلف بشار عن بطاقة صفراء، والتنفيذ لعمار حسن سحب الهدف الأول. آخر ربع ساعة سيكون مشوق في هذه المباراة مشاهدينا الكرام. الملكية لارتقاء ولو مؤقتا لصدارة هذه المجموعة بعشر نقاط، وهذه كرة مباغتة من جانب عمار حسن. ترجع من جديد كرة، ما يخوش أحمد حبيب، تعود لنادي السويق، يرجع الأمل لممثل كرة القدم العمانية
يتدخل الغاني جوزيف أتشي. كرة لساحب الهدف الممتاز في هذه المباراة محسن الغساني اليمني. نواف عبد الله يقطع الكرة، كرة طويلة هاشم عيسى يخليها لحسن هلال. حسن سريع مهاري ممتاز، يهرب حسن رائع هذه الكرة. هاشم عيسى الوانتو يطلع الحارس أنور العربي ياخذها. ممتازة كانت العملية جيدة بين هاشم عيسى وحسن هلال. تعود مرة أخرى كرة لنادي الأزويق، خروج بالكرة من السوري ثاير كروما، مرفوعة طويلة بعيدة على حسن السعدي. ترجع لنادي الملكية المتقدم في النتيجة بهدفين مقابل واحد في المباراة الثانية في نفس هذه المجموعة بين القادسية الكويتي ونادي العهد اللبناني. تقريبا بعد مرور ربع ساعة منذ بداية المباراة النتيجة لا تزال متعادلة صفر مقابل صفر. صفر صفر تساعد كثير فريق الملكية البحريني، يصبح في رصيده 10 نقاط لو يكمل المباراة منتصرا على السويق العماني، 9 للعهد اللبناني، 8 للقادسية الكويتي. هذه نتائج آنية وترتيب آني في انتظار صافرة النهاية لمسعود طفيلية وكذلك لمباراة القادسية الكويتي والعهد اللبناني. تعود كرة بعيدة على حسن هلال، يلمس الكرة باليد ويحاول، يعني كان في اعتقاده أن الكرة خرجت لكن كرة تعود لمسة يد. أكمل المباراة مسعود طفيلية لا يشعر فيها حتى البطاقة الصفراء للفارس حسن هلال. سريع مميز جدا هذا المهاجم الشاب حسن هلال، قلق كثير دفاعات نادي سويق. تعود مرة أخرى مباراة المخالفات، 24 مخالفة 24 فاول. ترجع الكرة، محاولة من جانب ثامر أزعاب. ثامر يقرب إلى زاوية الركنية وممتاز. ثامر يمر يعدي بإصرار كبير ويتدخل الدفاع البحريني، يقطع الكرة، كرة من رشيد البشيفري أمام حسن هلال. هناك رغبة من جانب لاعبي فريق نادي السويق للعودة من بعيد في المباراة بعد التأخر بهدفين مقابل صفر. تعود من عمار حسن، عمار بين ثلاثة لاعبين يخسر الكرة. الهجمة لمحسن الغساني، غساني خليها ليوسف الغافري والدفاع البحريني يتدخل. كرة تعود للفرسان مرة أخرى، لمسة من جانب أحمد يوسف، يوسف إلى هاشم عيسى، هاشم لحسن هلال. تجاوزت الكرة، خرجت بكامل محيطها. الكنترول والترويض كان خطأ من جانب يوسف الغافري، وعودة لسالم حسين على البحريني. كرة تعود من جديد في وسط الميدان للسوري ثير كروما، للبرازيلي تياغو لوبيز، لحسن السعدي. حسن يعطي كرة للمهاجم ثير، والتدخل من الغاني جوزيف أتشي. تعود مرة أخرى في وسط الميدان ياسين الشيادي، ياسين إلى كروما، يصوب كروما، يحاول يبحث عن حظه من خلال التصويبات. فريق السويق العماني والسوري ثائر كروما في الكرة الأخيرة. تبقى النتيجة 2-1. تغيير آخر لنادي السويق والمدرب قاسم المخيني، خروج ثائر كروما. إذن السوري كروما يغادر ودخول جمعة المعمري. إذن جمعة المعمري مكان ثائر كروما. هذا التغيير الثاني بعد التغيير الأول
ثامر الزعابي مكان ادريس السعدي، كروما يغادر ودخول جمعة المعمري. كرة من تمس رشيد المشيفري، كرة مع بشار السعدي لتياغو لوباز، لوباز إلى حسن السعدي، خروج بالكرة أصبح أسرع الفريق العماني في بناء الهجمة، أسرع من الشوط الأول. تحركت الأقدام، كرة ممتازة لافتكاك من عمار حسن وسط الميدان نادي الملكية. عمار حسن يقوم بدور تكتيكي مميز جدا خاصة في افتكاك الكرة، يخلق في توازن كبير. هذه كرة خطيرة على الدفاع البحريني، ممتازة من جهة اليمين، هروب الكرة، محاولة خطيرة 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 للتعادل، خطيرة كانت للتعادل. فرصة من جانب يوسف الغافري والتدخل الدفاعي من أحمد مسلم. تبقى الهجمة عمانية، يعود نادي الأسويق، ممتاز يوسف الغافري حاول التوزيع، لكن المتابعة من جانب عمار حسن. عمار كرة السالم حسين، حسين إلى هاشم عيسى، نواف عبد الله يرفع الكرة الطويلة بعيدة على حسن هلال. الشوط الثاني مشاهدينا الكرام أفضل بكثير من الشوط الأول، أحسن على مستوى الأداء والعطاء والفرجة رغم غياب الرهان والضغوطات على نادي الأسويق. ممتازة الترويض، محاولة للتمهيد من جانب محسن الغساني. هناك علامات يعني وبوادر إيجابية في الفريق العماني في الشوط الثاني خاصة من الناحية الفردية بكرة ملعوبة. هناك محسن الغساني، هناك كذلك خليل العلوي، يوسف الغافري، من الأسماء التي برزت في هذا الشوط الثاني بالنسبة لشعاع الشمس. 10 دقائق أخيرة، 2-1، كرة ملعوبة تعود مرة أخرى عمانية في وسط الميدان من جمعة المعمري. البديل حسن السعدي في تنفيذ الرمية الجانبية، كرة لتياغو لوباز، لوباز البرازيلي يرفعها طويلة، تبقى لجمعة المعمري في الالتقاط. المتابعة من يوسف الغافري، الغافري لمسة لخليل العلوي، تعود مرة أخرى. يسيطر الفريق العماني في آخر الدقائق من أجل هدف التعادل، قد يعدلها، قد يحدث المفاجأة وينهي على أمال الملكي البحريني لتصدر هذه المجموعة الثالثة ولو آنيا. كرة طويلة في منطقة الدفاع البحريني، تعود والمحاولة والتدخل من الحارس يوسف حبيب. يوسف حبيب، هذا نواف عبد الله متوسط الميدان اليمني، ترجع مرة أخرى. كرة بتدخل رأسي من جانب بشار السعدي، ترجع الكرة محاولة قريبة من منطقة الجزاء لنادي الزويق. خطيرة هذه الكرة، غساني ممتازة بالكعب، متمرش متفطن كان المدافع أحمد حبيب. تعود السويق يسيطر، يتقدم، يلعب الكل في الكل من أجل تعديل النتيجة هنا في استاد مدينة خليفة الرياضية. أرجع من أنور العلوي، الهجوم أصبح عماني بامتياز. نادي الملكية
يلعب على الهجمات السريعة الكونتر اتاك غساني التميت كرة ليوسف الغافري غافري غساني مرة أخرى يمشي غساني كيف سيتصرف محسن مع هذه الكرة تعود ليوسف الغافري غافري رشيد المشيفري مشيفري يوسف يوسف مرة أخرى يوسف في مهد يوسف يلعب كرة أحمد حبيب محسن الغساني ياخذها محسن 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 الغساني عودة دفاعية وكتلة وتصويبة أي تصويب أي كلام هذه تصويبة من ثامر أزعاب يهدر كرة يهدر هجمة على النادي السويق العمان يلجأ إلى التغيير المدرب أحمد الدخيل إذا خروج سالم حسين آخر ستة دقائق في المباراة سالم حسين بالانتظار حكم السوري مسعود طفيلية ماذا يقول ثامر أصحابي يطلب من سالم حسين الإسراع ويقوم بإخراجه بنفسه من أرضية الميدان عشرين إذن حسين هارونة هناك التشاور بين الحكم الأول مسعود طفيلية والحكم الرابع فراس طويل وينال البطاقة الصفراء سالم حسين قبل الدخول حسين هارونة تعمد إذاعة الوقت دخول الشاب حسين هارونة في تشكيلة نادي الملكية البحريني هذه كرة ملعوبة طويلة جانب ياسين الشيادي ممتازة العملية رشيد المشيفري يوزع كرة والتدخل من يوسف حبيب يتواصل هيجان نادي سويق العماني ممكن لو لعب بهذه الطريقة منذ بداية المباراة لكانت النتيجة مغايرة لهدفين مقابل واحد تعود مرة أخرى آخر خمسة دقائق في المباراة يلعب بقوة فريق السويق في آخر اللحظات كرة طويلة أحمد حبيب يعاني دفاع نادي الملكية نواف عبد الله عمار حسن عمار كرة في اتجاه هشام عيسى هشام عمار عمار مقطوعة في وسط الميدان تعود مرة أخرى لنادي السويق كرة في اتجاه محسن الغساني غساني يلعب خليل العلوي صوب جول يعدلها والله عدلها 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 هدف التعادل مستحق كرة خليل العلوي قوية مرة أخرى يجد الحل في التصويبات السويق العماني يكذب كل التكهنات با 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 كرة يسارية قوية من خليل العلوي تغالط يوسف حبيب في وقت قاتل في وقت قاتل يقضي على أحلام المالكية البحريني بتصويبة ممتازة جدا رائعة من خليل جميلة جدا قوية هذه الطلقة بعد طلقة محسن الغساني تصويبة رائعة من جانب خليل العلوي في ال 86 أربعة دقائق لنهاية المباراة 2-2 أربعة أهداف في مباراة هذه الليلة أي مباراة أي سيناريو للملكية ريمونتادا عمانية في نهاية المباراة عودة قوية في شوط ثاني فريق السويق العماني يستفاق بعد الهدف الثاني فريق المالكية هناك تراخي كان متقدم بهدفين مقابل صفر
المباراة عنده، المباراة لديه، يتحكم فيها كيف يشاء. ثم سبحان مغير الأحوال كوتشينكا المدرب قاسم المخيني بدخول ثامر الزعابي وجمعة المعمري، وتحركت الأقدام العمانية العبدون ضغوطات. هل يستطيع كسر سلسلة الهزائم المتتالية في 10 مباريات ويحقق أول تعادل بين موسمين، بين سنتين 2018-2019؟ محسن الغساني، هدف الغساني في 72 من مخالفة مباشرة هو الذي أعاد الروح لفريق السويق العماني. أحمد حبيب يتحسن على البطاقة الصفراء بعد العرقلة الأخيرة لمحسن الغسان. أي عودة في المباراة لنادي السويق، يرفض الخسارة. خليل العلوي، أين كان خليل وأين كان محسن ورشيد وجمعة وثامر في الشوط الأول؟ استفاق في آخر الدقائق. يوسف حبيب لم يجد الحلول أمام تصويبات كل من محسن خليل وخليل محسن الغساني وخليل العلوي. كرة أخرى قوية تضرب في الدفاع، حسين هارونة من الشبان تقريبا لا يتجاوز سنه 17 سنة. كرة ملعوبة، خليل مرة أخرى، كرة في اتجاه رشيد يرفع الكرة، هذه خطيرة. هل يحدث المفاجأة ويتمكن من الانتصار؟ يسجل ثالث أهداف خليل العلوي مرة أخرى. تراجع كبير في أداء نادي الملكية في آخر الدقائق. كرة تعود حسن السعدي، السعدي يلعب كرة جمعة المعمري، معمري كرة خطيرة، تصويبة من ثامر الزعابي. ما زالت الخطورة، فريق السويق ينفجر في آخر الدقائق، يضغط كرة من جديد، جمعة المعمري، ثامر من جديد، حسن السعدي قادر، هل يفعلها؟ فريق نادي السويق في آخر اللحظات تراجع كبير في الأداء والارتباك الدفاعي. خطير، يلعب بالنار بنيران صديقة، كاد يباغت المدافع أحمد مسلم حارس يوسف حبيب. تتنفذ الركنية، تعود من نواف عبد الله، نواف يخرج الكرة من حسن هلال، يرسلها الطويلة إلى الأمام، تعود في وسط الميدان. آخر دقيقة قبل الوقت البديل، كرة من تياغو لوباز، يطمع في المباراة، قاعد يطمع في المباراة فريق السويق العماني، يريد الانتصار، يريد العودة بثلاث نقاط، وهذه كرة من بعيد. حاول مرة أخرى يجرب حظه. السويق بكرة طويلة تعود مرة أخرى. الملكية البحريني بعد تسجيل الهدف الثاني لم نشاهده في الهجوم، تقريبا اكتفى بالدفاع، واللي يلعب الدفاع يكثر عليه الضغط ويستقبل أهداف. وثلاثة دقائق في آخر المباراة، ثلاثة دقائق من أجل الهدف الثالث لمن يكون؟ للملكية أم للسويق العماني؟ مباراة كبيرة، مباراة مشوقة، مباراة اللا توقعات. بعد كان كانت الكفة لمصلحة المالكية، هذه كرة مطالبة بركلة جزاء، لكن مسعود طفيلية حسن هلال والكرة الأخيرة ركلة مرمى. 0-0 في المباراة الثانية بين القديسية والعهد، و2-2 بين المالكية والسويق. يعني يبقى الحال على ما هو عليه في الترتيب، العهد اللبناني 9، القديسية 8، المالكية 8، وفي المقابل السويق العماني يحقق أول نقطة، أول نقطة إلى حد الآن، إلى حدود الدقيقة 90+1. ترجع الكرة، خسارة كبيرة للمالكية في صورة تحقيق التعادل. هذه كرة ممكن يخسر المباراة بكرة البديل جمعة المعمري. فريق كان متقدم بهدفين مقابل صفر، يحاول أن يضمد جراح الفشل المحلي بعد المرتبة الأخيرة والنزول لدوري الدرجة الأولى. البحريني بنهاية الموسم على المستوى الآسيوي الفريق يقدم في مردود محترم، لكن هدف التعادل لنادي سويق العماني يحبط المعنويات، وممكن يكون سبب في عدم تأهل المالكية، لأنه منافسة كبيرة حتى على المرتبة الثانية في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. نعرف أكثر فريق يحقق نقاط في المركز الثاني يتأهل للمربع الذهبي. ترجع الكرة من الغاني جوزيف أجي، أجي لهاشم عيسى، هناك لمسة يد، لمسة يد، آخر كرة في المباراة، الدقيقة الأخيرة. مشاهدينا في استاد مدينة خليفة الرياضية، 2-2 بين المالكية
البحريني وسويق العماني، كرة للغاني، عاجي جوزيف يخسر الكرة، تعود لحسن السعدي، السعدي لخليل العلوي، علوي شيادي، شيادي يرفع الكرة طويلة إلى اليمين لرشيد المشيفري، رشيد رشيد التدخل موجود من جانب علي جاسم، تبقى الكرة عمانية المحاولة الأخيرة لتسجيل الهدف الثالث، هل يفعلها؟ يفعلها يفعلها، غساني غساني، والتعلق ليوسف حبيب، آه لو سجلها الغساني تكون مفاجأة من النوع الكبير وعودة من بعيد في المباراة. تبقى في وسط الميدان، يضغط نادي السويق، كرة من شيادي لكن بعيدة بعيدة، وكرة وهجمة وكرة المباراة ضاعت على محسن الغساني. وفي ذات اللحظة مشاهدينا الكرام يعلن حكم المباراة مسعود طفيلي السوري على النهاية بالتعادل بهدفين لهدفين. تقدم للمالكية عمار حسن في الدقيقة 40 ومن ضربة جزاء هاشم عيسى، العودة لنادي السويق العماني من محسن الغساني في 72 وخليل العلوي في 86، أول نقطة والتعادل للسويق العماني والتعادل الثاني للمالكية البحريني. هكذا مشاهدينا الكرام نأتي لنهاية هذه المباراة، الوصف والتعليق مع أجمل تحيات معلق اللقاء كالصغير، ملتقانا بإذن الله تعالى في مواعيد رياضية قادمة على قنوات الكأس الرياضي.